أنا بقدر أقلب الدنيا فوق راسك وأنت بتعرف هالشي كتير منيح. بعد كل اللي صار منى ما بقى عنده شي تخسره. أنا رح خلص بنتي ولو كانت آخر شغلة رح أعملها بحياتي. بدي شوفها نادي. انتو مين؟ وين ابني؟ براس مين رح تطلع هالمرة؟ لا يا ست منى، نوية تفتح علي الحرب. مش رح تخلصوا مني طول ما أنا عايش. وانت يا شحات بعدك واقف هون؟ دعاء دعاء سويني هلا. انت بي انت يوميا بعد الاخبار على الـ LBCI.